Polo, Volkswagen 2018, 2019, 2020, 2021. رقم واحد سلك تحكم في الأبواب سنتراليزاسيون. اثنان وثلاثة كامبيس وأسلاك ليزاليمونتاسيون. أربعة أنتي ديماراج تحكم في توقيف السيارة عن بعد. هذه هي السيارة فولكسواغن بولو. سنقوم بإزالة البلاستيك الذي يحيط بالمفتاح أو المحيط بالمقود. لدينا برغي في الأسفل واثنان وراء المقود. هنا سلك تحكم في الأبواب، يجب إزالة هذا البلاستيك. وهنا لوضع جهاز جي بي اس، يجب إزالة هذه البلاستيك أو هذا الغطاء. هذا الكونتور. فهو مختلف على بولو القديمة. سنبدأ الآن بشرح أسلاك التي نقوم بالكشف عليها. أولا يجب إزالة بلاستيك المحيط بالمقود. على مستوى البريز OBD سنأخذ الموجب أصفر أحمر، يوجد في البين 16، و لابري كونتاك أو الأبي سي أسود بنفسجي يوجد في البين 1، والسلك البني سالب يوجد في البين 4 أو 5. أو يمكننا أخذ هذه أسلاك ليزاليمونتاسيون من مناطق أخرى، لذلك يجب علينا الكشف عليها بالملتيمتر. هذا هو السالب على هيكل السيارة. فلتوفير الوقت يجب أخذ هذه الأسلاك من البريز OBD. هنا سنجد أنتي ديماراج كود لاين. سنأخذ السلك الأبيض كود لاين. سنأخذ سلك أبيض نقوم بقطعه، فهو يوجد على مستوى كونيكتور أخضر. كونيكتور أخضر يمكننا إزالته وقطع السلك الأبيض واستعماله. عند قطعه لا يمكننا تشغيل محرك السيارة. هنا وراء أسلاك المفتاح يمكننا أخذ السلك القادم من ديمارور. لدينا حالتان، سواء سلك كود لاين الأبيض نستعمله في لونتي ديماراج أو سلك الديمارور. هذا هو سلك الديمارور، نقوم بقطعه وتركيبه مباشرة مع الرولي. سلك الديمارور يمكننا استعمال في هذه الحالة الرولي. هذا هو الرولي الأبيض وأحمر أصفر، هذان السلكان قادمان من جهاز الجي بي اس الذي يرسل لنا الإشارة إلى هذه الوشيعة أو لبوبين التي تقوم بفتح الدارة أو بفتح الرولي. وثلاثون وسبعة وثمانون نقوم بربطهما مباشرة مع السلك الذي قمنا بقطعه. هذا سلك سنتراليزي أو سلك تحكم في غلق وفتح الأبواب، فهو يوجد على مستوى فيسو القادم من جهة الباب. فلونه هو أصفر أزرق. هذا السلك نقوم بتركيبه مباشرة مع الأسلاك التي تقوم بإرسال إشارة الفتح وغلق الأبواب،
بإضافة ريزيستانس على مستوى سلك غلق الأبواب. قيمتها 180 أو 200 أوم. هنا نجد على مستوى البي سي اي نجد كونيكتور أسود من خلاله سنعثر على أسلاك الكامبيس. برتقالي أخضر كان هاي وبرتقالي بني كان لو. توجد هذه البي سي اي بالقرب من بريز او بي دي أسفل المقود. كان هاي كما قلنا أورانج جرين أو برتقالي أخضر في البين 46، والكان لو يوجد والكان لو برتقالي بني يوجد في البين 47.